في هذه الفقرة الرائد سلمان إبراهيم صويلح رئيس مركز الدفاع المدني بالبداية. حياك الله ومساء الخير. الله يحييكم ويبجيكم ومسي عليك أخوي عصام وأختي أسماء ومسي على السادة المشاهدين. حياك الله يا أخوي. أستاذ في البداية نبي نتكلم عن الاستعدادات، مو بس لتحقيق الأمن والأمان أو تحقيق الحماية للمنشآت المقامة فيها الاحتفالات الوطنية، إنما أيضا المنشآت القريبة من هذه الاحتفالات. نبي نتكلم عن التوعية والدور اللي تقومون فيه في تأمين هذه الحماية. طبعا في البداية يعني الإدارة العامة للدفاع المدني تحرص على تأمين المنشآت القريبة من مواقع الاحتفالات. دور الإدارة العامة للدفاع المدني هو تأمين أو حماية الأرواح والممتلكات. يأتي التأمين اللي هو على كاهل الإدارة العامة للدفاع المدني، ذلك من خلال وجود آليات الإدارة العامة للدفاع المدني، تأمين المخارج ومن الطوارئ، كذلك تأمين توفير بيئة آمنة للمواطنين وللسياح وللزوار. نعم. يعني أنت وجودكم جدا مهم، يعني خصوصا بالقرب من أماكن الاحتفالات. مهم. نعم. جدا. أي نعم. تواجد الإدارة العامة للدفاع المدني في مواقع احتفالات يضفي نوع من الأمن والسلامة على في الفعالية. وجود الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال الآليات كذلك يعطينا نوع من السلامة والاطمئنان في مواقع الاحتفالات. نعم. أحسنت. نعم. أحسنت. هذا شعور مهم. نعم. رائد سلمان، نبي نتكلم أيضا عن الاستعدادات اللي تقومون فيها لاستلام البلاغات. طبعا راح يكون هناك نشر للآليات في مواقع الاحتفال الفعاليات. راح يكون هناك نشر في خلال الشوارع الرئيسية والحيوية. كذلك راح يكون هناك آليات الدفاع المدني متوفرة بعناصر بشرية ذات كفاءة عالية ومعدين استعداد ومتدربين على التعامل مع جميع الحوادث واللي راح تصير. يعني طبعا يعني ما نتمنى حدوث اي مشاكل في هذه الايام، ايام فرح، ايام سرور. نتمنى اذا تمر هذه الايام بسلامه وبامن وامان. وهذه طبعا يؤدي الى نجاح الفعاليه ونجاح الاحتفالات في المملكه. انتم يعني راد سلمان ما شاء الله مو مقصرين في الجانب التوعوي ايضا. يعني انتم لكم دور مهم حقيقه، خصوصا من خلال يعني هذه الفتره، فتره الاحتفالات. طبعا دورنا في التوعيه والتثقيف. طبعا المواطن احنا نتامل منه يعني الشيء الكبير. طبعا التوعيه والتثقيف لها دور كبير في جانب مثل ما نقول جانب مساند في الدفاع المدني. التوعيه والتثقيف. نعم. احنا عندنا مكتب العلاقات العامه في الاداره العامه للدفاع المدني مو مقصرين، جهود جباره مشكوره. نعم. الاخوان الخوات يقومون بعمليات توعيه في جميع مواسم السنه من خلال توعية عندك فصل الصيف. نعم. فصل الربيع، عندك توعية في حملات فصول الأمطار، كذلك في جهة العام الدراسي أيضا. نعم. عودة المدارس، شهر محرم، شهر رمضان، هذه كلها أمور توعية. حاليا عندنا فصل اللي هو عودة مثل ما نقول فصل الربيع اللي هو البر. يعني طبعا. عندنا موسم البر. موسم. نعم. البر. نعم. نعم. وهذه يعني جهود جبارة يقومون فيها الإخوان الخوات في مكتب العلاقات العامة. كذلك عندنا سلام كالا اللي هو منصة الوطنية للحماية المدنية اللي تم ترشينها من قبل سيدي معالي وزير الداخلية. نعم. مؤخرا، وهذه راح تضيف إن شاء الله الشيء الكثير والكبير لوسائل الإعلام من خلال نشر التوعية والتثقيف
للناس. والله هي المنصة نقلة نوعية على صعيد التوعية حقيقة اللي اليوم يعني هذا الدور اللي تقوم به وزارة الداخلية الموقرة ممثلة يعني في مختلف إداراتها طبعا. نعم بكل تأكيد طبعا جهود على مدار السنة وتتوج في نهاية العام بديسمبر شهر الأفراح والاحتفالات الوطنية. الرائد سلمان إبراهيم سويلح رئيس مركز الدفاع المدني بالبداية، كل الشكر لك، نورتنا. شكرا لك. الله يسلمك. حاضر لك واجبنا. الله يسلمك. مشاهدينا الآن ننتقل إلى تقرير عد الزميل أحمد محمد لعرضه مع أهل قلالي ضمن الاحتفالات الوطنية للمملكة. نتابع وراجعين.